يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. لسه مخلص حكايته امبارح في الكتاب بتاعي، صح يا منصور؟ صح، صحيتني وقعدت تمليني اول ما سمعت الخبر. البساطي الارتيست، رمز من رموز الفن في الاسكندريه، متوسط الموهبه، كان قادر على فهم ذوق الجمهور المتدني لانه منهم. متوسط ايه؟ المتدني ومنهم؟ ايوه، وقلت ان لن يذكره النقاد ولكن ستذكره شوارع الاسكندريه ومقاهيها ومسارحها. فنان شعبي متميز، كتب واخرج وانتج مسرحيات كثيره احبها الجمهور. يا اخويا انت رخل، كان لازم تاخدك الامانه قوي. ما كنت تقول راجل طيب ولا فنان حلو وخلاص، ما تقول حاجه لابوك. والله قلت له بس هو اللي كان مصمم. ولا قلت له ولا نيله. بقال الله